تحت إشراف منظمة الشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء سطات والتمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بسطات، احتضنت مدينة سطات لقاء تواصلي حول الحصيلة المرحلية الحكومية تحت شعار ترسيخ مسار التنمية بشرعية الإنجاز، استهله كل من النائب البرلماني ياسين عكاشة بتثمين المجهودات التي يقوم بها محمد غياث، سواء من منصبه السابق كرئيس الفريق البرلماني أو منصبه الحالي كنائب لرئيس مجلس النواب، مؤكداً الروح المواطنة التي يتحلى بها للترافع على قضايا الشارع السطاتي، في وقت اعتبر الدكتور عثمان الهرموشي أن محمد غياث يحمل من الخصال ما جعله يتبوأ المكانة الرفيعة التي وصل لها. اللقاء التواصلي الذي أجمع حضوره على التنويه بمجهودات البرلماني محمد غياث والإشادة بالأداء الحكومي المرحلي، في وقت جاءت مداخلة محمد غياث للاعتزاز بما بصمت عليه الحكومة من حصيلة مشرفة وما أبانت عليه من جدية في معالجة الإشكاليات الحقيقية للمغاربة بكل جرأة سياسية ووطنية عالية، وما عرفته من انسجام بين مكوناتها جعلها تنجح في تنزل عدد من المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية المرحلية، في وقت لا زالت حصيلتها قابلة للارتفاع في غضون السنوات القادمة، قبل أن يعبر علانية في ختام مداخلته على استعداده اللامشروط لمد يد العون إلى كل المجالس الجماعية بإقليم سطات والمجلس الإقليمي لإقليم سطات، على آمل وضع الإقليم في السكة الصحيحة للنموذج التنموي لبلادنا. باقي التفاصيل في التقرير الذي أعده طاقم سكوب ماروك بالصوت والصورة من قلب الحدث. غياث رأيت فيه رجلاً ملتزماً منخرطاً في المسؤولية اللي عنده داخل قبة البرلمان، لم اللي كان رئيس فريق ولا اليوم بكونه نائب رئيس مجلس النواب. وكرئيس فريق تيقو فيا أنا، والله إلا ملي كنت جيت ندخل البرلمان تندخل لهذاك الباركينغ وتلقى السيارة ديالو، تنقول هذا الراجل الله يكون له في العون. جيتي نهار الأربعاء مع 9 الصباح تلقى في البرلمان، جيتي نهار الجمعة مع 6 العشية تلقى طوموبيلته باقا في البرلمان. اشتغل وانخرط وشرف الفريق النيابي ديالنا، هذه هي الحقيقة، وكان الأذن الصاغية لجميع النواب والنائبات. وراه هو دابا عنده رؤساء جماعة سطات وعنده ايضا نواب البرلمانيين. هذا احيي السي غياث، خصكم تفتخروا به وتشيدوا به، لانه السي غياث نائب برلماني منخرط ورجل مبدا ورفيع المستوى، هذه هي الحقيقه. شكرا لكم. قبل ما نبدا في الكلام ديالي اريد ان اشكر كذلك السي غياث على حسن الضيافه في الاقليم اللي كيمثل داخل قبه البرلمان. كنظن انه السي ياسين اخذ جميع الكلمات اللي كنت غنقولها في حق السي غياث، ولكن انا غندير شهادة حق وللتاريخ. السي غياث لما كان رئيس فريق وهو يمثل ساكنة هذا الاقليم، فيكفي فخرا لهذه الساكنة هذه انه لما كان رئيسا لفريق الاحرار بمجلس النواب كان من بين العناصر المهمة اللي خدمت واحد العمل كبير لتمرير القوانين المتعلقة بالورش الملكي لإصلاح
المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية داخل قبة البرلمان، وكان واحد العمل كبير اللي قام كذلك مجموعة ديال الأمور اللي مكنات أنه لا الحكومة لا البرلمان أنهم يخرجوا واحد ترسانة قانونية واحد مجموعة القوانين اللي كانت كتاخذ سنوات وسنوات. فكنطلب من الجميع أنه يصفقوا عليه بحرارة لأنه كنفتخروا داخل هذا الحزب أن يكون عندنا كفاءات برلمانية كذلك. أنا بغيت نقدم كامل الشكر للإخوة الشبيبة لا على مستوى الإقليم ولا مستوى الجهة لتنظيم هذا اللقاء باش نناقشوا الحصيلة ديال الحكومة ديالنا في نصف الولاية ديالها. وبغيت نقدم الشكر لرئيس الحكومة على المبادرة ديالو، وهذا علاش نشكرو، لأن فيه احترام للدستور، الامتنان للسادة رؤساء الجماعات الترابية يشتغلون بنزاهة ويشتغلون بصدق. وبغيت نشكر ماشي غير رؤساء الجماعات اللي تابعين للحزب ديالنا، بغيت نشكر حتى السادة الرؤساء اللي دائمي الحضور معنا بغض النظر عن انتماءات السياسية. وبغيت هذا أول خروج إعلامي ديالي بعد الالتحاق بمنصب نائب رئيس مجلس النواب. نقدم الشكر الجزيل للفريق النيابي ديال التجمع الوطني الأحرار، فريق متميز، فريق ملتزم، فريق يعمل بجد لمصلحة ديال البلاد. وطيلة سنتين ونص وأنا رئيس لهذا الفريق كنت أعتز بهذه المهمة وبهذا الشريف وبهذا التكليف. بغيت كذلك نقدم الشكر للأخ عزيز خلوش على الثقة التي كانت بيني وبينه طيلة هذه الفترة. بغيت نشكر على الإنصاف وبغيت نشكره على الإنصات، إنسان يستحق كل التقدير وكل الاحترام.